تست خامس فوزة على تولي العناصر الوطني. أيه فوق أرضية الميدان فوز مستحق أمام منتخب عنيد ومنتخب معروف على المستوى القاري. تعليقك حول المباراة ككل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم جينا نلعبوا مع كما قلتي فريق قوي، فريق معروف في المنطقة، و مع اللاعبين تاع مستوى العالي كلهم يلعبوا في الأندية في أوروبا، أندية كبار. كنا هذه جينا نحوسوا هذا الصعوبات اللي شفناهم اليوم ضد فريق قوي. في بالنسبه لي انا سي كيما نقولوا في الصعوبات اللي تقدر تتحسن. لعبنا مباراة قوي واللاعبين بينوا ان نيفو plus que satisfaisant في هذو sur ces deux matchs là. On va rester sur le match du Nigeria. Donc je les en félicite.